السلام عليكم ورحمة الله، أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي شي سارة. اليوم إن شاء الله غنوجد معكم هاد المورقات بكيري ولا بلا بشكيري بطريقة سهلة. كنتمنى إن شاء الله تعجبكم، ولا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تبارطاجوها مع الأصدقاء ديالكم. واللي باقي جديد معايا في القناة يعمل لي أبوني ويضغط على زر الجرس باش يطلع لكم كل جديد ديالي. خليكم معايا، شوفوا الطريقة والمراحل إن شاء الله. نبداو في المقادير. كنحتاجو عجين مورق كيري ولا لاباش كيري اللي متوفر عندكم. نبداو في الطريقة ان شاء الله، طريقة سهلة. غطلقوا العجين. اليوم غنستعمل معكم جوج الحاجات، هاد المرشم هذا، واللي ما متوفرش عنده هاد المرشم يستعمل هاد القطاعات مدورة ولا مربعة، واللي ما توفرش حتى على هاد القطاعات يقدر يقطع غير بالكاس. كما كتشوفوا انا طلقت العجين، غنعملو على داك المول. صراحه هذا المول كيسهل الخدمه بزاف، كيخرج 16 قطعه في دقه واحده. غادي تبقاو تحيدوا الاطراف العجين اللي زائده. كما كتشوفوا انا غنقطعها وما غنعجنهاش، غير طويوها ونزلوها على بعضها باش تبقى لكم داك الفويطاج ديالها اللي فيها. دابا غادي نستعمل كيري. تقدروا تعملوا الا كان عندكم الاطار ديالكم كبير او لا المرشم اللي غتقطعوا به، تقدروا تستعملوا كيري كامل. انا غنعمل غير نص كيري هنايا. غتضغطوا عليه شويه داك النص اللي قطعتوه وتنزلوه على داك المربع اللي فتكوا الاطار. طريقه سهله ودغيا كتوجد، خصوصا الا كانت عندكم عجين مورق موجده، يعني ما كتحتاجش شي تعب تماما. انا غنستمر حتى نعمر داك المربعات كاملين، وغتشوفوا معايا كيفاش غادي نكملوا العمليه. بعد ما عمرت داك الاطار كامل، غتكون عندكم العجين ديالكم مطلوق. غتغطيو داك الاطار اللي فيه داك الكيري، غتضغطوا شويه باش كيلصق العجين مع بعضياته، وغتزيدوا الضغط عليه بالمطلق. من بعد ما ضغط مزيان بداك المطلق، غتحيدوا الاطراف. كيف ما قلت لكم ما تعجنوهمش باش يبقاو لكم داك الطبقه ديال التوراق اللي فيها. انا غنجمع العجين، غنزلو غير على بعضو كيف ما كتشوفوا في الصوره. غادي نبدا نحيد داك المربعات من داك المول. كتضغطوا عليه غير بهذا الشكل هذا وكيهبطوا بوحديتو، وتقدروا تضغطوا حتى بالاصبع ديالكم الا ما هبطوش شي حبات بهذا الشكل هذا. انا غادي نستفهم في الصينيه باش نوري لكم الطريقه بسهله بلا داك المول الحديد، غير بالدوائر القطاعات اولا بالكاس الا ما كانوش عندكم متوفرين حتى ديك الدوائر. غطلقوا العجين على شكل مربع. انا استعملت معكم قبيلتي ديك المرشم المربع، دابا غنعمل معكم هاد القطاعات الدائريه باش يكونوا عندي جوج الاشكال مدوره ومربعه. وانتم اللي متوفر عندكم، دائما كنقول لكم خدموا بالحاجه اللي متوفره عندكم. السمك ديالها ما تكونش غليطه باش طيب لكم، وما تكونش رقيقه. المول ديالكم باش تبقاو ترشموا به ماشي تقطعوا، غير رشموا، غير ضغطوا واحد الضغطه خفيفه رشموا باش تعرفوا فين غادي تنزلوا لاباش كيري ديالكم ولا كيري. بهذا الشكل هذا انا عندي دائره صغيره، غنعمل غير نص لاباش كيري. و
وغادي نستمر حتى نكمل هاد الدوائر كاملين. غتكون وجدت العجين اللي غادي تغطي به هاد الدوائر لاباشكيري بهاد الشكل هذا. غادي تنزلوه على داك الكيري ولا لاباشكيري، غادي تضغطوا شويه، غادي تجيبوا المول ديالكم وغادي تقطعوا بطريقه سهله، ضغطوا على الاطراف باش ما يتفتحوش في الفرن. هاد المورقات كيري ولا لاباشكيري، بالنسبه لك عندكم العجين مورق جاهز ما كتحتاجش شي وقت كبير، دغيا كيوجدوا. انا غادي ندهن صفر البيض على داك المورقات اللي وجدتهم. حاولوا ما تهبطوش على الاطراف باش يتلصق، باش يتورقوا لكم، باش داك صفر البيض ما يلصق لكم شي الورقه وما يتورقش العجين. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما وجدت المورقه اليوم. كما قلت لكم كتجي مورقه وهشيشه. كنتمنى ان شاء الله تنجح معاكم، ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساونيش بالتعاليق ودعملوا لي جيم. وشكرا على متابعتكم، في الفيديو القادم ان شاء الله.